السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل 60 دقيقة. لو تفتكروا احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على زرع ونقل الأعضاء، والموضوع موضوع خطير وكبير، وكلمنا على الموت الإكلينيكي، الموت جزء المخ وموت القلب أو توقف القلب، واختلاف العلماء، وميلنا إلى أن الموت الحقيقي هو توقف القلب. كلمنا على نقل الأعضاء، القول لقلب المنع، وقالوا إن ما ينفعش إلا أنا ألقي بنفسي إلى الهلاك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، واستدلوا بقواعد فقهية: لا ضرر ولا ضرار، وده ممكن يصيب النفس، ولا تقتلوا أنفسكم، آية في سورة النساء، قالوا دي فيها ممكن واحد وأثناء النقل يموت، واللي بيباشر العمل برضه هيبقى في نوع الانسان ممنوع يقتل نفسه او غيره. وكلمنا على الحديث بتاع الواصله والمستوصله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان الشعر ده حاجه يعني مش لا تذكر بالنسبه للاعضاء اللي هي فيها مشكله، كبد، كليه، مش ويعني كلمنا بالتفصيل، حتى ان النبي يعني صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: واتقي قرائم اموالهم. واتقاء كرائم المال يعني الشيء النفيس في المال. لما بعث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فإن أول ما تدعوهم في آخر الحديث بقى لك إيه: واتقي وأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، واتقي قرائم أموالهم. فبرضو الفريق اللي منع نقل الأعضاء قال لك اللي ماله أقل في الخطورة من الجسد، والنبي امر بتوقي قرائم المال. انت ما تجيش عند مثلا واحد بيطلع زكاه ناقه فخمه وغاليه عنده مثلا، تيجي تقول له هات الناقه دي زكاه، لا، خد المتوسط، من المتوسط، واتقي قرائم اموالهم. فبرضه يعني المساله مساله فيها خطوره، وده القول اللي منع نقل الاعضاء. وعدناكم الحلقه اللي فاتت اللي احنا نتكلم بقى على الفريق اللي اجاز والادله بتاعته، ونناقشها برضه ونتكلم فيها بالتفصيل، ونشوف بقى الاستنباطات اللي العلماء استنبطوها والاثر في الواقع العملي اللي احنا عايشينه. ما انت برضو عايش في واقع عملي مرير في التجار في الاعضاء دي، وفي قوانين صدرت عشان ينظموا المساله. ده كانوا بيسرقوا الجثث من القبور وهي لسه مدفونه، يلحق يشيل قرنيه العين، ويلحق يشيل مش عارف الكليه، ولو القبض القلب لسه برضو بيقعد كام ساعة كده شغال يلحق يشيله. يعني الموضوع بقى فيه تجار لزراعة الأعضاء ونقل الأعضاء. فبرضو الفريق اللي منع ده فريق برضو مش قليل، وأدلته مش قليلة. لكن تعالوا برضو نناقش الفريق اللي هو قلب الجواز، لأن برضو كلام برضو محترم، وبرضو ما يحسش بالضرورة، إن هم بنوا الأدلة الخاصة بهم على نظرية الضرورة، وما يحسش بالضرورة برضو غير اللي عاشها. واحد مثلا عنده فشل في الكلى ويروح يغسل والدنيا يعني تعبانة معاه، ومالوش حد يشيله ويوديه ويجيبه، واللي بيغسل ده بيغسل مرتين في الأسبوع. يعني انت وانت قاعد كده متسلطن الكلية بتاعتك بتتغسل في اليوم 34 مرة. شوف بقى الراجل بقى اللي بيغسل الكلى ده بيروح مرتين في الأسبوع، في كل مرة يغسل 4 ساعات عشان الدم يتغسل كله. فلو وهو في كرب وفي محنة وفي ضرورة وفي اضطرار، لما نقول له هنعمل لك عملية زراعة وكلها تشتغل بتاعتك وتعيش بقى من غير غسيل ومن غير حاجة، بقى برضو ما يحسش بالكرب غير اللي عايشه. فتعالوا نشوف الأدلة بتاعت الفريق اللي أجاز نقل الأعضاء، ونتناقش فيها زي ما اتناقشنا مع الأدلة اللي حرمت، ونشوف الموضوع فعلا في سعة ولا لا. الأدلة كلها أو يعني غالب الأدلة يعني قائم على الضرورة، قائم على نظرية الضرورة: إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهكذا. تعالوا نشوف برضو دليل جميل أوي جابوه، اللي هو في سورة المائدة الآية 5: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شوف بقى محل الدليل هو: ومن أحياها
فكأنما أحيا الناس جميعا. هو ابن آدم الأول لما توفي لما اتقتل يعني، ما الذرية اللي بتاعت البشرية دي كلها من واحد يعني، قابيل قتل هابيل، الذرية اللي على الأرض دي كلها من قابيل. فلو كان هابيل عايش كان بقى ضعف سكان الأرض مرتين. فبقول لك من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من هذا المنطلق، والإنسان لما بيقتل واحد مش بيقتله هو لوحده، ده بيقتله هو وأولاده اللي كانوا ممكن يجوا من بعديه، وأولاد أولادهم وأولاده وذريته من بعده، واللي بيحيي أكنه أحيا الناس جميعا. فده دليل معتبر، واحد بيموت ومحتاج ننقله قلب من واحد لسه ميت دلوقتي، أو واحد عنده فشل في الكبد، فشل في الكبد. تعرفين بقى مريض الكبد ده يعني ربنا يعني يشفينا ويشفيكم ويحفظنا من هذه الأمراض، تلاقي بطنه قد كده ومعظم بقى وخلاص، صفرة عالية وكل جسمه مضطرب، وتشوف مريض الكبد ده هو عنده حالة الاستسقاء، يصعب عليك وتقول اللي هو خلاص أشرف على الموت. فتيجي تشوف بقى اللي بيجي يديله جزء من الكبد بتاعه ويتزرع فيه. الله العظيم الواقعة دي حصلت قدامي، أحد أصدقائي والده كان عنده مرض استسقاء، وراح طلع على المعاش هو 60 سنة، وقال لي تعالى بس يعني لقنوا الشهادة في سكرات الموت، وتعالى بس لقنوا الشهادة. ورحت رايح البيت، دخلت حجرة النوم على الراجل، لقيت بطنه دي عالية كده، والراجل وشه شاحب كده وخلاص يعني عظم. حتى أذكره بالله سبحانه وتعالى، وإن ده بلاء، وإن الصبر على البلاء هيخش الجنة، والروح في الجسد هنا تحس ليها في سجن، وغدا بقى في عالم الروح والأنس بالله والملائكة والجنة والحياة البرزخية، وهنيئا لمن صبر على البلاء ومش عارف ايه. وانا خارج من عنده، والله هذا الكلام حصل، كنت ساعتها قبلها بفترة كده في السعودية، وعندي رسالة دكتوراه لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي اسمها أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها. وكنت قرأت بجواز نقل الكبد وجزء من الكبد، قال لك لأنه بينمو، واعتبروا الكبد دم مش عضو كمان، قال لك في حكم الدم، وبينمو في الشخص المزروع فيه وبيكتمل في الشخص المنقول منه. تخيل يعني الشخص اللي زرع فيه ينمو الكبد ويكبر، والشخص اللي اتنقل منه الكبد في خلال شهر شهرين بيرجع الكبد زي ما كان ينمو تاني. فقلت له يا ابني انت ما تروح تعمل تحاليل، وقال له والله فكرة يا استاذ محمد. وفعلا الراجل راح المستشفى وعمل تحاليل، وابنه بقى ولقى ان الانسجة بتاعته متوافقة مع انسجة ابيه، وفعلا عمل عملية زراعة كبد. تخيل، والله هذا الكلام حصل. واشوف يا الرجل، وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقه وقام على رجليه ومشي ونزل الشغل، مع انه كان على المعاش بس بدأ بقى ايه شغال بقى شغل خاص، فوجئنا لقيت صاحبي ده بيتصل بيا بيقول لي يا عم عاجبك كده اللي عمل ابويا؟ قلت له ايه عمل ايه؟ قال لي يا عم راح اتجوز ومعرفناش الا بعد ما مراته ايه جابت لنا اخ. يا راجل والله العظيم يا محمد الكلام ده حصل، والله يرحمه بقى توفي على رحمة الله، وكان تزوج بعد ما ربنا شفاه وأنجب ولدين، وده بسبب الفتوى بتاعت الشيخ الشنقيطي. الناس هتزعل مننا بقى لما بنقول لهم يعملوا جراحة كبد. المهم، فشوف التنفيس وكمان أحياها، فالشاهد في الكلام اللي إيه الشاهد في الكلام إن إحياء لنفس واحد كان على يعني مشارف الهلاك، وتشوفه يصعب عليك مرة واحدة راح اتجوز بعد ما عمل زراعة الكبد وكبر كده وربرب ومشي وراح ونزل الشغل وجه وخلف ولدين هو بعد سن 60. فهذا دليل، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. وبرضو استدلوا بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والشريعة يسر. لو في حاجة تقدر اللي هي تخلينا نقدر نيسر على الناس وناس في كرب ونقدر ده دليل.
وقول الحق تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقول تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وجه الأدلة أو وجه الدلالة من الأدلة السابقة إن الشارع له مقصود في التيسير على الناس، وهذا الأمر فيه تيسير على الناس، في تيسير كبير على الناس، وفي إجازة نقل الأعضاء الأدمية تيسير على العباد ورحمة بالمصابين وبالمنكوبين. شوف الكلام. واستدلوا بالعقل، استدلوا بالعقل بأنه يجوز التداوي بنقل الأعضاء الأدمية كما يجوز التداوي بلبس الحرير لمن به حكة، واخد بال حضرتك، وبلبس الذهب لمن يعالج بلبس الذهب. وقال لك الكوت، انتوا بتقولوا النقل محرم، ففي الضرورة ما هو الذهب والحرير حرام على الرجالة، لكن يجوز في بعض الأمور لو فيها ايه، ده الكلام بتاعهم يعني. والوجه الثالث ان الفقهاء اجازوا شق بطن الميت لاستخراج جوهرة اذا ابتلعت، اذا ابتلعها الميت، واحد ميت ابتلع جوهرة، فقال لك يجوز شق بطنه عشان نستخرج الجوهرة بتاعت الغير، واخد بالك. ودي في القواعد بتاعت الشيخ عز العز بن عبد السلام، القواعد الفقهية، قواعد الأحكام، وبرضه في المجموع، وفي نهاية المحتاج، ومغني المحتاج، وحاشية ابن عابدين على جواز الكلام ده، نقل شق بطن الميت عشان ناخد الجوهرة. وقال لك برضه يجوز نقل الأعضاء الأدمية كما يجوز تشريحها بجامع وجود الحاجة إليها. هم العلماء مش قالوا جواز تشريح الجثة بعد الوفاة، قالوا بجواز تشريح يعني واحد متهم ظلم، عاوزين يعرفوا سبب القتل ايه وسبب الوفاة ايه ومتهمين كام واحد، وقال لك خلاص نشرح الجثة عشان نعرف سبب الوفاة ايه. او للعلم الحديث يعني، في علم التشريح ده الناس بتتعلم الجزء ايه ويشرحه يعني. خد بالك التشريح ده فيه ميزة، اللي هو بيبقى عارف الانسجه هنا ايه وهنا ايه، والاورده ماشيه ازاي، وجايه من ورا البطن ولا قدام البطن. علم التشريح ده اجاز العلماء تشريح الانسان عشان يكتشفوا المغارات اللي جوه الجسم، والاورده والشرايين ماشيه ازاي، ولما بيجي يعملوا عمليه يبقوا عارفين بقى هي هيفتح هنا هيلاقي ايه، ولما هيفتح هنا هيلاقي ايه. فجواز تشريح الجثث، فقال لك ده برضو بتاع بتدعو اليه الضروره والحاجه لتقدم الطب، وعشان برضو تدريب. وسبحان الله يعني برضو بيستدلوا بأن الحق تبارك وتعالى آثر من يعني مدح من آثر أخاه في طعام أو شراب أو مال. طيب يعني ما هو الجسم برضو يعني بيقول لك برضو أحق من الواحد هيهلك. وأن الإنسان مأذون له بالتصرف في جسده بما فيه مصلحة، وفي التبرع مصلحة عظيمة. ده الوجه السابع من الأدلة بتاعت المجزين، ودليلهم من القواعد الفقهية الضرر يزال، والضرورات تبيح المحظورات، والقاعدة الثالثة إذا ضاق الأمر التاسعة. ده برضو وجه الدلالة إن في ترخيص للمتضرر أو للمضرور بإزالة الضرر عن نفسه إن كان في منفس، ولو حتى المنفس ده في نوع من الحظر، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، وخصوصا لو واحد مات اخد كليته، اخد مش عارف ايه في الوقت القرنيته، في الامور اللي هي جائز فيها ذلك، والتحاليل كلها اثبتت. الفقهاء اللي اجاحوا واجازوا نقل وزراعه الاوضاع واستدلوا بالقواعد الفقهيه استشهدوا برضو ببعض اقوال مذهب اهل العلم، واخد بال حضرتك، وردوا بقى على الادله بتاعت الناس اللي هي انكرت او رفضت نقل الأعضاء. لكن بقى وتعالوا نشوف احنا برضو، ما المسألة دي مسألة زي ما احنا قلنا مسألة شائكة، لان بيدخل فيها حاجات كتير جدا، زي مثلا تجارة الأعضاء، وزي البيزنس اللي بيتعمل بقى من الناس بتوع المقابر، سواء اللي هم بيحرسوا المقابر او الحانوتية، يتصل بالتاجر يقول له تعالى في واحد شرف، روح جاي له، روح فاتحين على طول ونبشين وعاملين يعني. فلازم يكون في تدخل من المقنن الوضعي عشان يضبط المسألة. احنا عندنا الكلام ده أثير سنة 2010، يعني تقريبا من 6 سنين، لما انتشر الموضوع بتاع نقل الأعضاء وزرع الأعضاء
ما تزعلوش مني انا اسف، يعني اي واحد تاجر غني يدي لاي واحد 50 60 100 ألف جنيه، وكانوا بيجوا ناس من دول الخليج يجي ينزل مصر يقول لك يكون مرتب بقى بالتليفونات وعامل التحاليل، ينزل يروح واخد كليه وماشي. عنده واحد عنده مشكله في عينيه، واحد يروح واخد من بنك العيون، يعني هكذا بدأ بقى التجاره. فالمقنن تدخل بصراحه تدخل شديد واصدر القانون رقم 5 لسنه 2010، وبعديها بفتره راح مطلع اللائحه التنفيذيه رقم 93 لسنه 2011، وراح شرح بقى العقوبات ايه والجرائم ايه، واتكلم في الموضوع ده كلام يعني قوي، وعامل عقوبات جنايات عشان تبقى انت فاهم. عقوبة نقل الأعضاء وزرع الأعضاء ومخالفة القانون دي تدخل محكمة الجنايات على طول، وفيها سجن مشدد، وفيها ممكن توصل لغاية 25 سنة سجن في حالة سرقة الأعضاء. واحد داخل يعمل عملية مثلا المرارة يخرج من غير كلية، وبتتعمل بقى يعني بفنيات معينة يعني مش ايه. وبعد كده هو محل الموضوع ده وأساسه هي الجراحين، لأن الطبيب الجراح لازم يكون ماشي بقى زي ما القانون بيقول بالضوابط اللي القانون حطها علشان لا يقع. احنا اتكلمنا قبل كده في الدية الشرعية، هو طبعا عليه دية شرعية لو اتلف عضو او عمل شيء من هذا القبيل، لكن برضو في عقوبة جنائية ممكن برضو يعني مش سهلة، حاجة مش سهلة يعني. القانون لما جه اجاز بقى نقل الاعضاء واتفق مع فقهاء الشريعة اللي اجازه واباحه، قال لك لازم تكون هناك ضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقول إليه بأن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة. هنا بالعبارة دي تتفق هذه العبارة مع أدلة القول الذي أجاز وأباح نقل وزرع الأعضاء. ليه بقى؟ لأن هو هناك اتكلم في حوالي 5 6 آيات فيها عن الضرورة ونظرية الضرورة والضرورات تبيح المحظورات وغير ذلك من الأدلة الشرعية التي أجازت النقل باعتبار أن يدخل تحت بند الضرورة. هنا برضو لا يجوز نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان حي، ده نص المادة 2 من القانون رقم 5 لسنة 2010 ومن اللائحة التنفيذية رقم 93 لسنة 2011، بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقول إليه. يبقى عندك في ضرورة. وقال لك كمان بقى عشان يحسم المسألة، وأن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة، يعني يكون هو الوسيلة الوحيدة، ما فيش وسائل أخرى وجنقل، ممكن أعالج، ممكن يحصل نوع معين من التوافق أي حاجة، لكن لا، قال لك ده خلاص العضو انتهى، ما فيش وسيلة غير النقل، الوسيلة الوحيدة للنقل لمواجهة هذه الضرورة. وبعد كده قال لك برضو عشان تعرف برضو، ويقصد بالخطر الجسيم الناتج عن عدم مراعاة الحيطة والحذر أو عدم اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها أو عدم الدراية الكاملة بمثل هذه الجراحات من قبل الطبيب القائم بالجراحة. يعني خد بالك، المنقول منه القانون اشترط ألا يتعرض المنقول منه العضو إلى خطر جسيم. خطر الجسيم ده سواء كان في فقد العضو اللي هيتشال منه أو في مهارة الطبيب لو فشل في عمل الجراحة. عشان كده وفسرها، الخطر من الجسيم هو ناتج عن عدم مراعاة الحيطة والحذر. زي ما أنا قلت لك، يعني أنا قلت لك قبل كده أحد أصدقائي أستاذ زراعة الكبد، وده أستاذ مش في مصر، بيعمل جراحات كبد في اليابان وفرنسا، راجل كبير في جراحة الكبد، لكن هو شاب ربنا يبارك له ويديله الصحة. الدكتور بيقول لك انا وانا فاتح وشغال بقفل في عرق عشان اخلصه، اخلص الكبد منه لازم هاجي على شريان او على وريد، لا مش هيمكن اتدارك الخطا ده. فوانا شغال بلاقي ان انا خلاص مش هقدر اكمل، بيرجع كل حاجه ويقفل ويخيط وخلاص، والمريض كده يقول له انا مش هقدر انقل لك الكبد، مع ان لانه هو اكتشف حاجات اثناء. فهنا عدم مراعاه الحيطه والحذر لما يكون طبيب جراح بيتقي الله وبيخاف من ربنا، ما هو ممكن المريض يموت في ايده اللي هو الشخص اللي هيتنقل له ده، ما هو لازم قبل ما يتنقل له يستأصل العضو التالف. فبرضو الموضوع مش موضوع سهل، والله الموضوع ما موضوع سهل.
فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي أستاذ الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مال إلى الترجيح القول بجواز نقل الأعضاء، ولكن استثنى الخصيتين في دراسته وفي رسالة الدكتوراه بتاعته، قال لك حتى لا يكون هذا مدعاة إلى اختلاط الأنساب. فالقانون هنا خد بهذا الاجتهاد وبهذا القول في نص المادة 2 الفقرة الأخيرة، وفي جميع الأحوال يحظر نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة إذا كان النقل سيؤدي إلى اختلاط الأنساب. يعني حتى القانون خد باجتهاد فضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي. المهم موضوع كبير قوي في القانون ده، عامل لك اشتراطات وعامل لك حاجات. احنا عندنا زي ما قلنا بدأت التجارة، وبدأ بعض الناس الاجانب او بعض الناس من دول الخليج يجوا ويروحوا مداخلين، والناس بقى يروح بقى لواحد فلاح ولا واحد غلبان ولا واحد عامل ولا واحد يعني بسيط، ويكون عليه مثلا دين ويكون عليه مش عارف ايه. والله يعني اقول لك ايه، يعني واحدة لما تتبرع بكليتها عشان عاوزة تجوز بنتها ومحتاجة فلوس وتاخد 25,000 جنيه تسطر بيهم بنتها وتبرعت بكليتها وحصلت، وبيجوا الناس بيدفعوا بيفصلوا، والله بيفصلوا، حاجة تحزن يعني. فالموضوع ده انتشر، فكان لازم المقنن يتدخل. راح في نص المادة 3 قال لك يحظر، شوف بقى الكلام، يحظر النقل من مصريين إلى أجانب فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريا. هو عاوز برضو إيه، انت تقول لي يا عم الشيخ ما انت اجازت ايه بقى، هتفرق مصري من اجنبي ومش هنا بقى الايه، يعني يرجع الى الوضع والنظر في مستحدثات الامور. يعني مش عاوزين برضو يبقى في نوع استغلال من الفقراء واستغلال من الاغنياء للفقراء ومش عاوزين، لا طب ما تجيب متبرع من عندك، يعني الراجل اللي جاي من بره طب ما تجيب من عندك، ما تجيب متبرع من عندك بدل، يعني هل انت تيجي تستغل فقر الناس وحاجه الناس؟ وده اجتهاد. فقال لك ممنوع النقل بين مصريين واجانب خلاص، الا اذا كان نقل من زوج لزوجته، يعني واحد اجنبي متجوز واحده مصريه، وهذا العقد كما نصت الماده 3 من القانون رقم 5 لسنه 2010 هذا العقد موثق ومر على توثيقه 3 سنوات. ما هو ممكن برضه يبقى في تلاعب، واحد يقول لك خلاص ينفع، خلاص هتجوز واحده مصريه يا سيدي وهنقل من عندها الكلى ولا الماء. قال لك لازم يكون العقد موثق، يعني في مكتب توثيق الاجانب في وزاره العدل تقريبا الدور الخامس، ويكون مر على هذا التوثيق للعقد على الاقل 3 سنوات. او بين الاولاد بقى، الاولاد اللي هم من الاجنبي والمصريه، ما هم اخوات بينهم وبين بعضهم، ويجوز النقل بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي لأن أبوهم، أو العكس، ما ممكن برضو أب يدي لابنه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل سن الابن المنقول منه عن 18 سنة، يعني ما ينفعش أجيب عيل عنده 15 سنة وأخد كليته حتى لو لأبوه، ما يقلش عن 18 سنة. القانون لما اتكلم في المسألة دي اتكلم كمان في نص المادة 4، قال لك إن زرع ونقل الأعضاء قال لك لازم يكون عن طريق الأقارب. هو احنا هنا بنتكلم في حاجة طبية بحتة وهي توافق الأنسجة، ما هو ممكن العضو اللي يزرع في الشخص المنقول إليه لا يتوافق مع أنسجته، يبقى العملية تمت على الفاضي وراجل الجسم يلفظه، فبتتعمل تحاليل. فعشان نأثر الموضوع ده أو ما لا يتوسع في فشل النقل، قال لك اللي يكون بين الأقارب. طب هل في غير الأقارب ممكن ينقل إليهم الأعضاء والأنسجة تتوافق مع بعضها؟ قال لك ممكن. فراحوا عاملين لك لجنة اسمها اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء. قال لك اللجنة العليا دي لازم توافق لو في حالة من حالات غير الأقارب وتكون في ضرورة قصوى. اللجنة دي يعني برضو عشان الموضوع فيه نوع من يعني التحديد، ما نسيبش الموضوع كده سهل وعايم، قال لك شوف بقى بتشكل بقرار من وزير الصحة اللجنة العليا لزرع ونقل الأعضاء دي،
وتضم في تشكيلها احد الهيئات القضائيه، نجيب واحد من هيئه قضاء الدوله، واحد من النيابه الاداريه، واحد من مجلس الدوله، المهم احد الهيئات القضائيه يكون عضو في اللجنه دي. وللجنه مقرر مسؤول عنده دفتر مرقم، انا واحد مش من الاقارب وعاوز في عمليه نقل اعضاء مع واحد، فباجي بقدم للجنه دي اقول لهم والله انا معايا الشخص اللي هيتبرع له وده مش من اقاربي، فيروح مكتبين اسمه مديله رقم ويستنى دوره، واللجنه تاخد منهم التحاليل والفحوصات وتنظر فيها وتشوف مدى جواز وتوافق النقل. المهم يا سيدي، واللجنه دي لازم خد بالك بقى، ما تيجي تقول لي يا عم انت بقى توديها لجنه وتقعد بقى مش اقول لك لا، ده في خلال 48 ساعه لازم تقرر. طب افرض القرار ده ما عجبكش، حته بقى قانونيه بحته بعملها لك خدمه اهو، افرض واحد غير مش من غير اقاربك واللجنه رفضت اللي يتم عمليه التبرع، هل قرار اللجنه ده قرار اداري؟ يعني هل يجوز الطعن في قرار اللجنه امام محكمه القضاء الاداري؟ قال لك نعم، هذا القرار يجوز الطعن فيه امام محكمه القضاء الاداري اذا كنت انت شكيت اللي فيه تعسف او في القرار لم يخرج على يعني على الوجه الصحيح. طب تعالوا نشوف نقل الاعضاء ده، قرار مش سهل والله العظيم، قرار مش سهل يعني، وخصوصا الشخص اللي هيتنقل منه ده، يعني واحد يقول لك خلاص انا موافق، نقول له طب تعالى يا عم انت موافق يعني انت ارادتك حره ما حدش اثر عليك، يقول لهم لا ما حدش اثر عليا بس عاوز اعمل خدمه في الراجل اللي بيموت ده وانا كبد، هدي له حته من الكبد بتاعي وخلاص بقى، هل ممكن يرجع في كلامه؟ ما هو ده سؤال. طيب ما هو ممكن يتأثر، يشوف واحد بطنه قد كده وكبده ومش عارف ايه ويبدأ يمشي معاه في التحاليل يقول لك انا هنقذه، وراجل يقول له انا مش هسيبك هجوز لك عيالك، ولا انا مش هسيبك هجيب لك هعمل لك مشروع، وبعد كده يجي يقعد مع واحد تاني يقول له يا عم انت بتبيع حته من جسمك، يقول له انا ما ببيعش، ده الراجل انا ما فرضتش عليه مبلغ، ده هو قال انا هراضيك ولا هجيب لك ولا هعمل لك، لا كده حرام. هو الشيخ الشعراوي لما قال لك ان الانسان لا يجوز ليه اللي هو يتبرع بالاعضاء ولا قال لك انت ما تملكش اصلا الجسم بتاعك ولا تملك اعضائك عشان تملك في التصرف فيها، سواء الذي يملك هو الذي يملك التصرف، فانت ما تملكش جسمك هتتصرف ازاي؟ فلما يجي احد يقول لك خلاص اديني حته من الكبد بتاعك وهينمو عندك يبقى زي الفل وانت تقتنع بكلامه، يقول لك انا هعمل لك مشروع، ما خلينا بقى واقعيين. يعني انا جالي واحد المكتب وعاوز يعمل عملية نقل أعضاء، هو عاوز إيه؟ عاوز مساعدات من بعض رجال الأعمال، وقال لك الدكتورة طالبة 150,000 جنيه، قلت له 150,000 جنيه ليه؟ فاتصلت قال لي أدي تليفون الدكتورة وكلمه، فاتصلت بالدكتور طبيبة جراحة كبيرة جدا في الدقي هنا، فقلت لها يا دكتورة يعني إحنا الراجل ده راجل غلبان ومسكين وإحنا هنحاول نلمله الموضوع بتاع العملية، فياريت حضرتك يعني تقلل لنا شويه من المبلغ 150,000 كتير. فقالت لي يعني طب انا هديك الداتا بس بتاعتي. قلت لها اتفضلي. قالت لي حضرتك انا اتعابي واتعاب التخدير هشيل منها 30,000. لكن انت عارف حضرتك اللي في المستشفى هتاخد مبلغ، وروح بقى ايه شو بقى الحته اللي جايه دي، والمتبرع هياخد مبلغ. طب ما هو القانون قال لك في نص المادة دي ان ما ينفعش بيع الاعضاء، ويحظر بيع الاعضاء حظرا تاما. اشوف بص اقول لك ايه، مادة 6 يحظر التعامل في اي عضو من اعضاء جسم الانسان او جزء منه، عشان ما اقول لك ما هو الكبد ده مش عضو ده جزء، او احد انسجته على سبيل البيع او الشراء او بمقابل ايا كان، وحتى يقصد التعامل بالاتفاق على نقل العضو او اجزاء او الانسجه نظير الحصول على منفعه او مقابل مادي. شو قال لك؟ الحصول على منفعه، اهو هجيب لك عربيه هعمل لك مشروع، وحتى لو تم الاتفاق بين المنقول منه والمنقول اليه او اي اطراف اخرى على خلاف ذلك. القانون هنا لما قال لك ممنوع البيع او الشراء او اي مقابل ايا كان،
حتى لو احنا عملنا ورقة بينا لده تبرع، خليك في حقيقة الأمر، لأن أنا ممكن أثبتها ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. فلما تيجي الدكتورة تقول لك أنا التفاصيل بتاعتي، أنا هاخد أجرة إيدي كذا، وطقم التخدير بتاعي، والمستشفى اللي هيتعمل فيها، والمتبرع هياخد كذا، خلاص بقى. طب يا ستي، وبعد كده قالت لي كلمة غريبة، قالت له وكمان هنصرف مصاريف في الاسم مش عارف مبلغ ايه. قلت لها اسم ايه؟ قالت لا، ما والشهر العقاري، ما هو خد بالك، ما انت دلوقتي انت هتثبت منين ده تبرع؟ ما دي مسألة يا جماعة، مسألة خطيرة برضو. عشان تثبت ان ده تبرع، يا اما تروح وتعمل محضر في شهر العقاري توثيق باقرار، اقر انا فلان الفلاني ان انا بكامل ارادتي وبكامل حريتي اوافق على التبرع باحدى كليتي او بالكليه اليسرى عندي او بالكليه اليمنى الى فلان الفلاني، وتوثق في شهر العقاري. هو ده الدليل القانوني على ان الاراده دي اراده حره ومفيش فيها اي عيوب من عيوب الرضا. او تروح تعمل محضر في الاسم، تروح تعمل محضر في اسم الشرطه، وتقول في المحضر ان انا ارغب في التبرع بجزء من الكبد بتاعي الى فلان الفلاني، او في جزء او في كليه من الكليه بتاعتي، او الكليه اليمين او الشمال، وتخيل تعمل محضر بالكلام ده. فلقيت الدكتوره بتقول لي كمان ومصاريف الاقرارات والمحاضر والشهر العقاري، وعامله لك 150 الف جنيه ونزلت 120 الف جنيه بالعافيه. فالموضوع بتاع نقل الاعضاء بصراحه يعني هو موضوع بالنسبه للجراحين اللي شغالين فيه مربح وبالحجز، وكل يوم في عمليه وعمليتين، وتروح المراكز اللي زي دي تلاقيها زحمه، وعاملين لك لسته بالمتبرعين، لسته بالمتبرعين. واحد اتبرع قبل كده بالكليه بتاعته وخد الفلوس اللي خدها دي وصرفها، وبعد ما صرفها الكليه بتاعته التانيه تعبت، وقعد يندم اللي هو خد فلوس، وقال الفلوس راحت وكليتي راحت والكليه اللي باقيه بتروح، وانا اروح فين؟ يروح فين؟ الله اعلم. موضوع كبير برضو من السهل. نص المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2010 بيقول لك في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادر من إرادة حرة، زي ما احنا قلنا، عن طريق محضر في الاسم أو عن طريق إقرار وتوثيق في الشهر العقاري. وبص الجديد في اللي جاي لسه، وما يكونش فيه تدليس، وبيكون إقرار كتابي معزز. وإذا كان لغير الأقارب فيجب إثبات صلاحية أي من الأقارب في الدرجة الثانية طبيبا، يعني واحد يعني بيتبرع لغير أقاربه، تخيل لازم يجيب شهادة من طبيب إن ما فيش حد في أقاربه يصلح أن يتبرع له، عشان أنا أجيب الغريب يتبرع لي. ده برضه شوف القيود اللي القانون وضعها عشان يحد على قد ما يقدر، إلا لما تكون ضرورة قاسية. بقول لك شهادة صادرة من المنشأة الذي ستجرى بها الجراحة، ومعتمدة من مدير البرنامج الخاص بالزراعة، ومدير المستشفى، عدم رغبتهم في التبرع بناء على قرار موقع منهم يحرر أمام داخل المستشفى. يعني إيه عدم رغبتهم في التبرع؟ يعني هو حاجة من الاثنين، لإما يجيب شهادات صحية بإن مفيش حد في أقاربه الأنسجة بتاعته متفقة مع أنسجته، أو يجيب شهادة من أقاربه بعدم رغبتهم في التبرع ويكون قدام مدير المستشفى اللي هتعمل العملية. يعني محظور على أي مستشفى أو مركز بيعمل عملية زرع أو نقل أعضاء، اللي هو يعمل عملية زرع ونقل أعضاء إلا لما يجيب شهادة من أقارب الشخص اللي هيعمل له العملية دي، ينقل منه من أقارب الشخص المنقول منه، المنقول إليه، إنه يصلح في حد في أقاربه، أو هم الناس اللي تصلح دي يكتبوا إقرار قدام مدير المستشفى اللي هم لا يرغبوا في التبرع لقريبهم، وبالتالي المستشفى هتعمل عملية لواحد تاني من بره، ياخده من واحد تاني غير قريبه. ويشترط لقبول التبرع للأقارب ما يلي. طب افرض بقى واحد قريب هيتبرع، قال لك ألا يزيد سنه عن 50 سنة، طبعا يكون كامل الأهلية، ما يكونش قاصر. وانتوا خدتوا بقى، اديناكوا دروس قبل كده في نقص الأهلية وكامل الأهلية وأهلية التصرف. أن يكون هناك توافق بين الأنسجة وفصيلة الدم، وده بيتم عن طريق التحاليل. أن يتم إجراء الفحوصات اللازمة لسلامة المتبرع ومُلائمته.
أن تكون عملية الزرع ذات فرص نجاح مقبولة وفقا للقواعد العلمية، لأن هم طبعا بقول لك الطبية المتعارف عليها، ما فيش حاجة، العلم عند الله. أن يتم الزرع في إحدى المنشآت المرخص لها بذلك، لأن في منشآت مرخص لها بزرع نقط الأعضاء وعليها رقابة تملي، بيخشوا يفتشوا كده مرة واحدة، يروح داخل الأطباء المفتشين يخشوا يفتحوا الثلاجات ويشوفوا في عيون، في حاجة، في كيليا، في مرخصة، دي معناها في تفتيشات. على أن يتم التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي. ده كل ده إيه؟ شرط من الشروط اللي القانون حطها أو وضعها علشان المنشأة يرخص لها حتى بالتبرع أو يبقى فيها إجراء للتبرع. أنا عاوز أقول برضو في الموضوع ده، اللي ممكن واحد يرجع في كلامه، أه ممكن، حتى بعد ما يعمل التحاليل، أه ممكن، حتى بعد ما بيعمل أشعة ويعمل محضر وإقرار في الشرع العقاري، أه ممكن يرجع في كلامه، وبعد ما يرجع في كلامه ممكن يقول كمان أنا عيل، ممكن. فطالما العملية، حتى لو هو داخل العمليات قبل ما يتبنج، ممكن يقول لك والله يا جماعة أنا مش عاوز أعمل العملية، أنا رجعت في كلامي وأنا عيل. ونص المادة 5 نص على الكلام ده، قال لك يجوز للمتبرع العدول عن تبرعه إلى ما بعد إلى ما قبل البدء في عملية الاستئصال دون أدنى مسؤولية عليه. تخيل، دون أدنى مسؤولية عليه، يعني ممكن يكون صرفوا على التحاليل، وصرفوا على الإقسام، وصرفوا على مش عارف الشهر العقاري، وجاب المتبرع، والمتبرع ده ماشي معاهم في كل الاجراءات دي، وخد جزء من تحت الحساب، والدنيا ماشيه، وخلاص بقى دخل يعني غير هدومه ولابس البتاع اللي بيلبسوها دي وعلى الترول، وداخل غرفه العمليات، لا انا عيل ما تاخدوش مني حاجه. يجوز للمتبرع العدول عن تبرعه الى ما قبل البدء في عمليه الاستئصال دون ادنى مسؤوليه عليه. شوف بقول لك يعني بالبلدي كده زي ما بنتكلم، القانون بيتلكك عشان يحد من عملية التبرع دي، يعني إن كان أباحها وأجازها وجاء على الضوابط دي، عمال يجيب حاجات تخليك أنت يعني في منفس وبتراجع نفسك 100 مرة. يجوز للمتبرع العدول عن تبرعه إلى ما قبل البدء في عملية الاستئصال دون أدنى مسؤولية عليه، على أن يسجل ذلك في دفتر المشار إليه، وإذا ثبت تكرار هذا العدول دون سبب جدي أو مبرر مجموع فإنه لا يعتد بأي طلب يقدم منه بعد ذلك للموافقة على التبرع. يعني لو واحد كل ما يجي إيه؟ كل ما يجي يعمل وهو داخل على مدى يقول لك لا ويرجع، كل ما يجي عملها مرتين ثلاثة، لما يجي يكتب بقى إقرار بموافقته على التبرع مش هيقبلوه خالص، يقول لا أنت ما تنفعش تتبرع، خلاص مع السلامة أمشي. خلاص كده تمام؟ وتحذر، واخد بالك انت، وتختار بذلك جميع المنشآت المصرح لها بالنقل. يعني ايه؟ عشان ما تكونش العملية لعبة، الشخص اللي بيرجع في كلامه كتير ده، في كل مستشفى من المستشفيات اللي مصرح لها بنقل الاعضاء هيكتب اسمه في البلاك ليست، يجي يروح داخل يقول لهم انا عاوز اتبرع واكتب اقرار، يبصوا في البلاك ليست، انا اقول لك لا انت بالذات ما تنفعش، مع السلامة. يعني الخلاصة، في اجراءات كتير جدا هنتكلم، الوقت بيداهمنا والموضوع شيق. هنتكلم المرة الجاية على تفصيلات شوية على شروط التراخيص بتاعت جمع الأعضاء، والموضوع يعني سريان الموضوع ازاي، زي ما احنا قلنا هنكمل بعض الإجراءات، وبعد كده نتكلم بقى في الموضوع بتاعنا. احنا كنا بدأنا الموضوع ده، واللي دخلنا في موضوع نقل الأعضاء ده ايه؟ اللي احنا كنا بنتكلم في الأخطاء الأطباء، سواء في شرحنا نص المادة 238 أو 244 من قانون العقوبات، اتكلمنا على الخطأ الطبي والآثار المترتبة عليه والحكم اللي عليه. فهو ده اللي دخلنا في الموضوع وفي الزاوية بتاعت نقل الأعضاء، ودي موضوع مهم مش سهل برضو. فعاوزين نتكلم بقى على العقوبات، يعني المنشأة اللي تعمل عملية زرع ونقل أعضاء بدون علم وزارة الصحة وبدون حصولها على التراخيص، الطبيب الجراح الغير مؤهل اللي ممكن يعمل عملية زرع ونقل الأعضاء، السماسرة بتوع الأعضاء، الحانوتية اللي ممكن يبقى وسيط عشان يجيب الأعضاء، الناس اللي بتسرق الأعضاء. نشوف الكلام ده في حلقة جاية إن شاء الله، في حلقة جديدة.
دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.